عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كنظن راكم تعودتوا على هذه المقدمه ديالي، فان شاء الله اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي جديده صراحه. هذه معروفه في المنطقه ديالنا، في المنطقه الشرقيه في المغرب، كان يعني كنديروها هكا. المهم سميتها بوشيار، يعني هي شبيهه الرفيسه تقريبا. مهم غادي ندوزو للمقادير. فاول شيء غنحتاجو في المرق ديالو، في المرق ديال هاد بوشيار او الرفيسة، غادي نحتاج كمية من الدجاج، غنحتاج بصلة مقطعة على هاد الشكل هذا مع القليل من القزبر والبقدونس، غنحتاج بطاطس مقطعة على هاد الشكل هذا مربعات، غنحتاج طماطم مقطعة على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفو، وغادي نحتاج كذلك هاد الفلفل الاحمر حار اللي كيكون يعني هاد، وكنحتاج الثومه تنحكها، ونحتاج ملح، ونحتاج زنجبيل وكركم والبزار. وغادي ندوزو للطريقه ديال الطهي. فاول شيء كنوضعوه هو طنجره الضغط، كنوضعوها فوق النار ونوضع القليل من الزيت، زيت المائده تقريبا ربع كاس باش ما يجيناش فيه زيت بزاف، وغنوضع معاه البصل ونوضع الملح ونوضع الملح كيف ما قلت لكم، ونغلق ونخليها كيتقلى حتى نخليه يعني تقريبا 5 دقائق 6 دقائق، ومن بعد عاد باش غنضيفوا التوابل والماء. بعد هنا كيف ما كتشوفوا غادي نوضع كميه من الدقيق الابيض وكميه من الدقيق الاصفر، دائما كتكون يعني نفس الكميه. مثلا الا وضعنا 50 غرام من الدقيق الابيض نوضعوا 50 غرام من الدقيق الاصفر مثلا. وغادي نوضع الملح، غنوضع القليل من الملح، وغادي نعجنوها يعني عادي بالماء عادي ما سخونش، نخليها كتعجن وتجي العجينه مطلقه شويه ما تجيش يعني قاصحه، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تعجن لي العجينه. فهنا كيف ما كتشاهدوا من بعد ما خليت العجينه تعجن غادي ندوزو باش نكملو المرق ديالنا. هنا تقلات لينا البصله مع اللحم، غادي نبداو نضيفو في التوابل. غادي نضيفو الكركم تقريبا نصف ملعقه، ونصف ملعقه من البزار، ونصف ملعقة من الزنجبيل، وغادي نضيف هاد الفلفل الأحمر حار، ونضيف الثوم كذلك. نضيف الطماطم حتى هي، وغنضيف المرق الان، غادي نمرق او غنضيف الماء. والان كيف ما كتشوفوا غادي نحرك بملعقه خشبيه، ومن بعد غادي نقفل عليها على هذا الشكل هذا. فكيف ما كتشاهدوا انا هنا واضعه الدجاج من الثلاجه يعني من الفريزر لهذا الطنجره الضغط، فانا دائما قبل ما نستعمله كنكون غاسلاه وواضعه في الماء، ويعني غاسلاه مزيان جيدا وحاطه عليه الملح والليمون. دائما كنعمل هذه الطريقه قبل ما نطبخ الدجاج، دائما كيكون عندي يعني لما كنشتريه كنوضع فيه الحامض او الليمون الليمون والملح، يعني قبل ما نغسله جيدا كنوضع الملح والحامض
ومن بعد كنوضعوا في الثلاجه. فلما كنحتاج انني نطيبوه كنجبدو وكنوضعوه في القدر يعني بدون ما نغسلو، كنكون غاسلاه من قبل. فالان غادي نقفل طنجره الضوء. هنايا تقريبا كملات لينا من العجينه، غادي نوضع القليل من الزيت فقط، وغادي نخليها واحد شويه حتى يتجمع لينا هذا الزيت هذا في العجين كامل، ومن بعد نوقفها ونخليها ترتاح شويه، ومن بعد نتلاقاو باش نشكلوا العجينه. والان من بعد ما فتحنا الطنجره ديال الضغط غادي نضيف البطاطس. والان غنغطيها ونخليها حتى تطيب لنا البطاطس ونتلاقاو ان شاء الله. والان كيف ما كتشاهدوا من بعد ما البطاطا ديالنا طابت يعني صارت جاهزه، غناخذ بيضتان وغنفقيهم من الفوق على هذا الشكل هذا. ونغطيه تقريبا على ما ينضج لنا البيض واحد 5 دقائق والمرق يكون عندنا جاهز. وهنا كيف ما كتشاهدوا من بعد ما خلينا العجين ديالنا ارتاح شويه يعني تقريبا ربع ساعه، غادي ناخذو حطيته انا في هذا الوعاء هذا، وغادي ناخذ معاه دقيق السميد او السيمولينا، وناخذ زيت الزيتون، وهنا تقريبا وضعت تهنا السميده او السميد دقيق السميد باش نوضعو في الداخل ديالو. فالان غادي ندوزو لطريقه التحضير. فاول شيء غادي نوضعوه نحطو هنايا شويه من دقيق السميد، ونحطو شويه ديال الزيت في الايد ديالنا، وناخذ القليل، ناخذ عجينه على هذا الشكل هذا، ونبدا كنشكل بهذه الطريقه هذه. نبقى كنحل فيها على هذا الشكل، ونوضع الزيت، ومن بعد ندرش بالسميدة. هذا الشكل، ونزيد شويه ديال السيمولينا، ونوضع الزيت كذلك نفس الطريقه، ونرش السميد ولا السيمولينا، ونكمل على هذه الطريقه هذه. نبقى كنوضع الزيت كذلك من الفوق على هذا الشكل هذا، هكا كنجبدها مزيان، ونوضع الزيت في هكا في الوسط، ومن بعد نرش الدقيق على هذا الشكل هذا، ونكمل قاعدة كنطويها على هذا الشكل هذا، ونجيب هاد الجوانب هادو وندخلهم هنا، ونخليها ترتاح، ونعاود واحدة اخرى بنفس الطريقة هادي، نخليها ترتاح شي شوية، ومن بعد عاد غنوقفها على هاد الشكل هذا. نعاود واحدة اخرى بنفس الطريقة،
نرش الزيت ونرش كذلك السيمولينا. نرش كذلك قطرات من الزيت فقط، ومن بعد نعود بنفس الطريقة. ونبدأ نجبدها على هذا الشكل هذا. نرش كذلك قليل من الزيت وندهن ونعاود نرش بنفس الطريقة الدقيق، ونبقى كنجمع على هذا الشكل هذا، ونجيب الجوانب وندخلهم على هذا الشكل هذا، ونخليها ترتاح شوية، ونعاود واحدة أخرى بنفس الطريقة. بعد ما كملت الكميه ديال العجين اللي كانت عندي، الان غادي نبداو في الخبز. غادي نخبزوها ونوضعوا مقلاه فوق النار باش تسخن لينا على نار مهيله. غنحطوا الدقيق على هذا الشكل هذا، وناخذوا اول وحده اللي وضعناها هذه، ونبدا كنخبز فيها على هذا الشكل هذا. Thank you.
حتى كتولي على هاد الشكل هذا، وغادي نهزها ونوضعها في المقلات. قرب لكم الكاميرا، غادي نوضعها ونرجع باش نكمل وحدة اخرى، نخبزها ونوجدها بنفس الطريقة. على هذا الشكل هذا غادي نكمل، غادي نرش شويه ديال الدقيق ونخبزها باش نوجدها قبل ما تطيب لينا الاخرى. نبقى كنكمل على هذه الطريقه هذه حتى نخبزها كامله، ونمشي باش نقلب باش نقلبو هذه على هذا الشكل هذا، ونبقى كنقلب فيها حتى تطيب لينا من الجهات كاملين. نعاود نقلبها على هذا الشكل هذا ونخليها كطيب، ورجعوا باش نكملوا هاد اللي مازال لينا هادي. هنا كيف ما كتشاهدوا بدات كطيب لينا على هذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا هو كيف تنفخ، كيف بدا كيتنفخ كامل. نقلبوا كذلك على الوجه الثاني، وكنبقى نقلب فيه على هذه الطريقه هذه حتى كيطيب لينا. فهنا طابت لينا، غادي نحيدوها كيف ما كتشاهدوا طابت من الجهات بجوج، نحيدها وندير وحده اخرى، نحط وحده اخرى على هذا الشكل هذا، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش كنديروا ليها منين كطيب لينا. كيف ما كتشوفوا كنضربوها على هذا الشكل هذا، حتى كتولي بحال هكا، وكنخليه وكنكمل الباقي بنفس الطريقه. فهنا كيف ما كتشاهدوا بدات كطيب لينا هذه، غنقلبوها للجهه الثانيه، بدات كتنفخ لينا على هذا الشكل هذا، غنقلبها للجهه الثانيه ونخليها كل مره نقلبها، نبدا كنقلب فيها حتى كطيب. هو الطريقه ديالو بحال المسمن تقريبا، غير هو كيجي ناشف شي شويه لان انا كنرشو الدقيق فاش كنبغيو نخبزوه ماشي الزيت. والان كتكون جاهزه، يعني ها هي طابت على هذا الشكل هذا، غادي نحيدها اولا نشيلها، ومن بعد نوضع وحده ثالثه. لهذه الطريقه هذه، فكيف ما كتشاهدوا من بعد ما كنحيدوها من المقلات ضروري نديروا لها هذه الطريقه هذه، كنضربوها بحال هكا كتولي على هذا الشكل هذا، كتحل بحال كتحل تقريبا، وكنخليهم وكنكمل الباقيه بنفس الطريقه. فلما نخلص ان شاء الله الكميه غادي نتلقى معكم في طبق التقديم ان شاء الله. فالان كيف ما كتشاهدوا من بعد ما كملت الكميه اللي كانت عندي ديال بوشيار ديال هذا الخبز هذا على هذه الطريقه هذه، فغادي ندوزو الطريقه ديال التقديم. كناخذوا الطنجره ديالنا من بعد ما طاب لينا البيض كيف ما كتشاهدوا،
غادي نبدا كنحط في المرق فوق هاد الخبز هذا كما كتشاهدوا. كناخذ كنبدا نحط بهذه الطريقه هذه. نبدا كنوزع المرق باش يجينا كلشي مسقي. نحط كذلك في هاد الطبقه هادي على هاد الشكل هذا. نحاول نجيبوهم قادين على هاد الشكل هذا. وهاد الطبقه الفوقانيه غادي نبدا نحط فيها اللحم والبيض. الجهه هذه عندنا مايله نعمروها. نحط البيض على هذا الشكل هذا. وكيف ما كتشاهدوا كيكون الطبق ديال اليوم هو هذا على هذا الشكل هذا، بوشيار تسافي 100% يعني ديال البلاد ديالي. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ودعموني بالاشتراك وباللايكات، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. باي باي، السلام عليكم. وكنبدا كنحط المرق فوق منو على هذه الطريقه هذه. وكيجي على هذا الشكل هذا.